أشهد أن محمدا رسول الله. إننا
كنا نرى أخلاقا لم نرها موجودة في أحد. ما هذه الأخلاق؟ ما هذه القيم؟ ما هذه المبادئ؟ من أين اكتسبتها يا حبيب الله؟ يا سيد الأولين والآخرين، يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. فيجيب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الحديث يسمى المسلسل للتزكية أو التربية. كل أستاذ يرويه عن شيخه فيقول: أدبني شيخي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، إلى أن يسند ذلك الأمر إلى رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله: وتأدبت بشيخي. التربية تأتي دائما قبل التعليم، فالتعليم هناك تعليم وهناك تعليم. الناس الآن يصعب عليهم أن يشتروا أو أن يتعلموا فيأخذوا المعلبات. المعلبات على من يريد وعلى من يشتري. سيدي يمكن فلوبي يمكن أشياء كثيرة، وسائل حديثة معلبة تأتي وتطلع لك مسافات من الكتب. هذا يسمى تعليم، وتعليم يؤخذ من الصحف أو المجلات أو الجرائد أو الإذاعات أو القنوات قوانين. لكن هناك ما يسمى بالتربية. التربية اليوم هي التي فقدناها، ولذلك القرآن عندما يتكلم عن العلاقة بين الآباء والأبناء يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن يقولوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لم يقل كما علماني، لأن التربية معناها الملاحظة، معناها المفاقدة، معناها السهر ليلا ونهارا على سلامة الأبناء. انظر إلى أمك وإلى زوجك وإلى ما يوجد اليوم في البيوت، عندما تكون فقط امرأة واحدة تتعب في رعاية الأبناء لأنها تحتاج إلى أن تعمل 24 ساعة، تتفقد الأبناء حتى لا يسقطوا، حتى لا يصابوا بسوء، حتى لا يصابوا بأذى، حتى لا يصابوا بمكروه، حتى لا يوسخوا ثيابهم، حتى لا يقعوا في منزلق أو يقعوا في منعطف أو يقعوا في موقع لا تحمل عقباه. إذن الآباء مع الأمهات يسهرون من أجل رعاية الأبناء، وبعد أن يبلغ السن الذي يذهب إلى المدرسة يتخلى عنه. هذا من الأخطاء الشائعة التي فقدناها. بينما كان بالماضي يقال عن مراكز التربية أنه لا يبلغ السابعة أو الثامنة أو العاشرة إلا وقد حفظ القرآن، لأنه وجد البيت مهيأ. البيوت اليوم مخربة من الداخل، البيوت اليوم مدمرة، البيوت اليوم محطمة، البيوت اليوم مستعمرة ومحتلة من
بينما تكون الحكمة لولا المربي، لولا المربي ما عرفت ربي. هذا الكلام صار له مفقودا، وقد نجد معلمات لكن لا نجد تربيتهم، لا نجد أخلاقهم. أحكي لكم بعض القصص والحكايات لكي نفهم كيف كانت التربية بالماضي، وكيف التربية اليوم في الحاضر، وكيف نحتاج إلى أن نقيم توازن، توازن لكي تسير السفينة ونوصلها إلى بر الأمان. كان في الماضي النساء الصالحات، النساء المنيبات، النساء القائمات، النساء التائبات، العابدات، الصالحات، تزوجت إحدى هذه الفتيات فذهبت إلى بيت زوجها، وعندما ذهبت إلى بيت زوجها تمكث عنده ثلاثة أيام، ثم تريد أن تذهب إلى بيت أبيها، لا تريد أن تبقى معه. ما سبب ذلك يا بنتي؟ ما السبب في ذلك؟ ما في غرفة؟ لا. ما في دش؟ لا. ما في وسائل حديثة؟ لا. يا أبتي، كيف تزوجني من شخص لا يقوم الليل؟ كيف أستطيع أن أعمل على تربية أبنائي من هذا الرجل؟ أيدخل هذا إلى عقولنا في الحاضر؟ هذه مجنونة، هذه مبكرة، هذه منقوصة قديمة، هذه متخلفة ورجعية. السبب ما في دين، ما في تربية. تقول لا أبتلي، لا أبتلي، بل أبقى مع هذا الرجل. ما في عذر، ما ينقص، لكن أنا أصلي الفجر، من أقوم الليل، من لا يعرف. هذا الزمن الماضي، الزمن الحاضر، إحدى النساء ترجع من بيت زوجها بعد بضعة أيام، والسبب في ذلك أنه لم يأتي لها بدش. ما جاب لها تلفزيون، ما جاب لها كرامات، ما جاب لها وسائل له، ما عليه ما تقدر تصبر معه، فتروح تشتغل تشتي شخص آخر. هذا اليوم عصرنا اليوم بهذا الشكل، لأنها تربت على نمط وعلى طريقة وعلى تربية حديثة منفتحة، لكن ما في تربية سليمة وقويمة محافظة. وأحدهم يتقدم لخطبة إحدى الفتيات فيقول والد تلك الفتاة: أريد منك شيئا، ما هو؟ أن تقدم مهر هذه الفتاة. مهر هذه الفتاة قد لا تستطيع أن تقدمه، إنه مهر كبير وعظيم وثمين وغالي. ما هو هذا؟ إن شاء الله أنا أكثر. قال: أن تذكرني متى يؤذن لصلاة الفجر. قال: الساعة 3، الساعة 3:30، الساعة 4، 24، 4، 25، 4:30. ما في اختيارات؟ ما في اختيارات؟ الآن اختيارات. ويجيبك منه فقط كل من خلال صلاة الفجر. الجواب: كل واحد منهم يجيب عن ذلك. الولاية عدل، الولاية عدل، الصلاح عدل، التقى عدل، العرفان هنا. اليوم الشباب ما يعرفوا هذا الكلام، ما يعرفوا قيام
صيام الليل، ما يعرف صيام النهار، ما يعرف أن يصلي لله لركعتين، ما يعرف كيف ينادي الحق سبحانه وتعالى، ما يعرف قيمة ولا مكانة ولا قداسة هذه الصلاة. أهمل الصلاة، بل أضاع كثير من الناس الصلاة، بل أهمل كثير من بيوت الصلاة، وصارت بيوتنا نارا، مشاكل، حريق، مصائب، بلايا بسبب ترك الصلوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تسول يقولون هنيا عندما نضيع رأس المال، عندما نضيع عماد الدين، عندما نهمل ونقصر في هذا الأمر. سيدنا عبد الله بن العباس هيأ لنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام معاً عندما يكون قبل الفجر، فقام نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يتوضأ ووجد هذا الماء. ماذا قال؟ من هيأ هذا؟ من فعل هذا؟ قال عبد الله تعالى وصالح دعوة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الله السماء ودعوته مستجابة. قال اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. صار حبر الأمة، لأنه كان يريد أن يتشبه بقيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والرسول كان يقوم الليل حتى توضمت قدما أقدام شبابنا متورما لله بالكرة، متورما من الجري أو اللعب أو اللهو. لم يعرفون على قيام الليل، لم يعرفون بالتربية التي كان يؤدي بها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولم نعرف الولاية بأنها لباس أو كلمات أو قوانين أو شبح أو نقل، لا، إنها سلوك، إنها استقامة، إنها مواقف، إنها أخلاق التي طبعناها والتي بقرناها. أسأل الله تعالى أن يمنح قلوبنا وقلوبكم محبة له ومحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة، زدنا بالتسليم والروحة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم فرج همومنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم وسع عزائمنا، اللهم قوي عزائمنا، اللهم وسع ذات بيننا، اللهم اهدنا باسماعنا وابصارنا ابدا ما رضيتنا واجعله الوارث منا. اللهم صل على من عادانا، اللهم صل على من عادانا، اللهم صل على من عادانا، اللهم صل على اعدائك اعداء الدين، اللهم صل على انفسنا، اللهم صل على شهواتنا، اللهم صل على الشياطين، اللهم صل على الدنيا، اللهم صل على الهوى والهوانا تبعا لما جاء به حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم اجعلنا الحاضرين قوم تحبهم ويحبونك، اذلك عن امنا اعز عن كريم جاهدنا في سبيلك ولا يغفر
أصعب شيء في هذا الوجود دينامه، لأنه يحتاج إلى أن تبني أضلاع أو أربع أركان لكي يكون بناء متكاملا، بناء الجسد وبناء الروح وبناء العقل وبناء الوجدان أو العاطفة. فعندما يختل بنا على بنا تحدث المشاكل وتحدث الانحرافات. فالعقل هذا هو الشيء الذي يميز الله تعالى به الإنسان عن سائر المخلوقات. خلق الله لك هذا العقل لكي تعقل ولا تقع في الهاوية، لكن هناك أناس اتمعكلوا على الدين وأرادوا أن لا يقتنعوا إلا بشيء يدخل إلى عقولهم، فالعقل يحتاج إلى أيضا النقل. ولذلك يقول القرآن عن كثير من الكفار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاقتربوا من أمرهم. هناك أناس العقل هذا لكي يتنمى ولكي ينمو ولكي يصبو ولكي يكمل لا بد وأن يجالس أهل الخبرة أهل التجربة، من هو أكبر منه سنا، يجالس أصحاب الحكمة، يجالس أصحاب الفطنة، يتأمل في هذا الكون العجيب العظيم الكريم، يتفكر في مخلوقات الله وكم من آيات تدلنا على أننا ينبغي علينا أن نعمل عقولنا. عقول اليوم لا تعقل. وللأسف الناس يعتقدون أن العقل السليم هو في الجسم السليم، وهذا قانون استشراقي، قانون الموساد الذين استعمرون وأثروا على أفكارهم وقوانينهم. العقل السليم ليس في الجسم السليم، وإنما في القلب. ¡Gracias!
أو كذا. عباد أقدام، هذا جسد أيها الأحباب، هذا جسد لا ينبغي أن نعظم الجسد أعظم من الروح. ولذلك انظروا كيف يحتقرون المرأة عندما تصل إلى حد الكبر، خلاص انتهت قيمتها على طول، تقف استقالتها. بينما الإسلام يجعل لنا المرأة معظمة ومكرمة ومشرفة ومؤجلة، خصوصا عندما تكبر في السن، كرجل أو المرأة، جدك أو جدتك، لها هيبتها، لها قدرها، لها احترامها، هكذا. وأيضا هناك من يطلق على العاطفة، ومن يطلق أيضا على الوجدان، العاطفة والوجدان، ومن يطلق أيضا على الروح، تحتاج إلى الروح. الروح هذه تحتاج إلى تزكية، وعندما يتخلى الروح عن التزكية والتهذيب تأتي ماذا؟ الإفراط والتفريط والشطح والنطف. يشطحون وينطفون. لماذا؟ لأن ما في عقل. العاطفة أو الروح تحتاج أيضا إلى العقل لكي يكون متقابل. فعندما يكون بنا فقط عاطفي أو روحي، وهذا ما حدث عند من؟ عند النصارى وعند المجوس وعند بعض الرهبان وعند من شد. أما منهجكم ومنهج طريقتكم فهو منهج متكامل، متكامل الأضلاع، مستقيم. وهذا ما نحتاجه إلى أن نفهمكم ونجسدكم على أرض الواقع. نسأل الله تعالى أن يهدأ قلوبنا وقلوبكم محبة وهدى وتصديقا وإدراكا ومتابعة لحبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها. ومولاها اللهم تب علينا وعلى حضرتك المنصور حاتمنا جسما وقلبا وروحا. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا الحضيض العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين.